تعرضت قوات الاحتلال إذن لإطلاق نار خلال اقتحامها لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. يأتي ذلك فيما اندلعت مواجهات بين فصائل فلسطينية وعناصر الاحتلال التي نفذت عملية اقتحام المدينة. جاء ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال نابلس من محاور عدة مدعومة بعدة آليات. ولاء السلمين من رام الله تنضم إلينا الآن على الهواء مباشرة. ولاء، ماذا في تفاصيل تبادل إطلاق النار والاشتباكات؟ لأن هناك خشية حقيقية من أن تصل التحرشات الإسرائيلية بالضفة الغربية لاندلاع مواجهات عسكرية أوسع نطاقا كما يخشاها الإسرائيليون. نعم، أهلا بك أحمد وبكافة السادة المشاهدين. نتحدث عن اشتباكات عنيفة خاضتها المقاومة الفلسطينية وفي التحديد في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، حيث كان هناك عدة آليات قد اقتحمت مدينة نابلس من الجهة الشرقية، وبعد ذلك كان هناك المقاومين ينتظرون دخول هذه الآليات ليروهم أن هذه المعركة ما زالت مستمرة، والاشتباكات كانت ضارية وكبيرة جدا ما بين الحين والآخر. تسمع دوي الانفجارات وأيضا الاشتباكات المسلحة التي دارت ما بين قوات الاحتلال والمقاومين في مدينة نابلس. نتحدث عن اقتحام لقبر يوسف ومحيط من قبل ميليشيات المستوطنين وأداء طقوس تلمودية. انسحبت قوات الاحتلال صباح هذا اليوم، ولكن بعد اشتباكات عنيفة جدا. نحن نتحدث منذ الساعة الثانية من بعد مساء ولغاية الصباح قد كانت هناك اشتباكات ما بين المقاومة وأيضا قوات الاحتلال. بعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال التي أمنت الحماية للمستوطنين لاقتحام قبر يوسف وأيضا أداء طقوس تلمودية. أيضا نتحدث عن ما يجري في أماكن متعددة من الضفة الغربية، عمليات الهدم ما زالت مستمرة. نتحدث عن قرية بتلة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، حيث قامت قوات الاحتلال بهدم منزل. أيضا في المنطقة في الجنوبية في مسافة ريطة، حيث قامت قوات الاحتلال بهدم أكثر من منزل وأيضا تجريف لأراض زراعية بمسافة ريطة. ونحن يعني يوم أمس قد شهدنا بعض الاعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين في منطقة التوانة التي هاجموها المستوطنين وردوا المواطنين بالتصدي لهذا الاقتحام، لأن قوات الاحتلال قامت باعتقال بعض المواطنين في تلك المنطقة. أيضا نتحدث عن منطقة الشمال الضفة الغربية في مدينة طول كرم، حيث أحرق الجنود الاحتلال على إثر اقتحام مدينة طول كرم منطقة ما تسمى بضحية شويكة وغيرها من المناطق. قامت بإطلاق وابل من الغاز المسيل للدموع وأيضا قنابل الصوت، مما أدى إلى اندلاع حرائق في أكثر من دفيئة وبيوت بلاستيكية في تلك المناطق. وأيضا نتحدث عن هدم لعدد من المنازل في ضاحية شويكة، حيث قامت قوات الاحتلال صباح هذا اليوم مدعومة بجرافات بهدم بيوت بلاستيكية وأيضا منازل للمواطنين بحجة البناء دون ترخيص. إذن ما زالت عمليات الهدم مستمرة بحق الفلسطينيين في غالب أو في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. أيضا نتحدث عن اعتقالات التي طالت 30 مواطنا بينهم أطفال وأسرى سابقون، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذي جرى اعتقالهم منذ 7 أكتوبر لغاية هذه اللحظات. نتحدث عن 580 فلسطيني وفلسطينية على الأقل من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. هذه الأوضاع في الضفة الغربية ما زالت متصاعدة، اقتحامات، اغتيالات المقاومين الفلسطينيين، اشتباكات مسلحة ما بين المقاومين وأيضا قوات الاحتلال، وأيضا نتحدث عن هدم لعدد من المنازل في المناطق ما تسمى مناطق جيم التي يقوم قوات الاحتلال بمزيد من السيطرة والتهام الأراضي الفلسطينية لحساب المستوطنات التي سيتم شرعنتها في الأيام القادمة والتي تم شرعنتها في الأيام السابقة، وتوسيع الرقعة الاستيطانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. ولاء السلمين مراسلتنا على الهواء مباشرة من رام الله، كنت معنا، أشكرك شكرا جزيلا.